للوقوف أكثر إذا بشأن تطورات الوضع في إقليم كرباخ وموافقة الانفصاليين الأرمن على إلقاء سلاحهم بعد هذه العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان أمس، معنا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أغلو. مرحبا بكم أستاذ فراس. الآن إذا بعد موافقة الانفصاليين الأرمن على إلقاء السلاح وبإيقاف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ، هل يمكننا القول أن هذه الأزمة قد انتهت؟ ممكن نقول العملية انتهت، لكن الأزمة بين الطرفين ما زالت مستمرة للتفاصيل الصغيرة في البنود التي وقع عليها الطرفين في 2020 عند إيقاف إطلاق النار بين الطرفين الأرميني والأذري برعاية روسية تركية. هناك بعض الأمور الحقيقة لم تنتهي بعد، يعني ممكن نقول أنها ما زالت النار تحت الرماد، لكن الظروف التي كانت تمر خلال الأيام الماضية أظن كانت لصالح أذربيجان أن تقوم بعمل هذه العملية العسكرية لمنع التوسع لمسألة المتمردين الذين يأتون من أرمينيا ويلقون أيضا الدعم بالسلاح من بطريقة غير قانونية بشكل أو بآخر وغير علنية. فلذلك أظن كانت أذربيجان واعية تماما للمحيط الاستراتيجي والجيوسياسي القائم هناك وقدرتها على القيام بهذه العملية. لكن تصريحات بريفان العاصمة الأرمينية بأنها مستعدة للجلوس وتوقيع اتفاقية السلام بينها وبين أذربيجان، هذا يعني التوقيع حول السلام الكامل ربما أيضا مع تركيا. هذا يحتاج أظن إلى وقت، لأن تكررت هذه الكلمات عدة مرات. ما لم يتم هذا السلام الحقيقي ببنود واضحة تبقى هناك بعض المشاكل، لكن الوضع الآن طبعا لا، هو يتجه نحو الهدوء أكثر وأكثر بين الطرفين الأذري والأرميني. أعتقد أن هذه العملية العسكرية قد حققت أهدافها حتى الآن، وأيضا ما الضمانات التي من شأنها يمكن لباكو أن تغادر فعليا، أن تخرج قواتها هناك وأن توقف العملية العسكرية تماما؟ يعني طبعا هناك عدة أمور. طبعا الوساطة الأولى الروسية التي هي لصالح أذربيجان حقيقة وليس لصالح أرمينيا كما تفضلتم قبل قليل، لأن أرمينيا الآن تتجه باتجاه الغرب وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لأنها وجدت أن روسيا لم تدعمها ولن تدعمها لأسباب متعددة، وأيضا الكتلة الأوروبية لم تدعم أرمينيا بشكل أو بآخر لاحتياجها الآن إلى الخط الاحتياطي وهو أذربيجان للطاقة والغاز التي تمر عبر تركيا باتجاه أوروبا بعد قطع العلاقات الطاقة مع روسيا. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي ذلك الضوء الأخضر لأرمينيا بأي عمل عسكري، هو فقط مناورات عسكرية بين الطرفين للحفاظ وحماية أرمينيا التي هي وفق الحدود الموثقة في الأمم المتحدة، ولذلك كل الظروف كانت لصالح أذربيجان في هذه القضية. أنا أظن أن أذربيجان يعني هي الآن تريد إبقاء بعض الأبواب مفتوحة مع أرمينيا كما قلنا لمسألة فتح أبواب السلام وإنشاء الممر باتجاه تركيا وباتجاه أوروبا، وحتى أرمينيا وأذربيجان باتجاه روسيا والشمال وحتى إلى الشرق الأقصى. أود أن أسألك عنه بعد تفضلك بالحديث عن الوساطة الروسية، هنا لابد من الحديث عن الدور التركي، ما موقف تركيا؟ وهذه كما تعلم قضية أذربيجان وأرمينيا هي أكثر ما تمس تركيا في هذا الجانب. نعم، كنت فقط سأضيف على أن كانت أذربيجان عبر مندوبها في الأمم المتحدة كانت تقول أن هناك 10,000 جندي أرميني موجودين على الأراضي الأذرية وفق الاتفاق الأخير، فيجب إعادة تموضعهم وتغيير مركزهم وإلى آخره، وهذا أظن هو أيضا أحد التفاصيل القائمة بين الطرفين.
طبعا إعلان المتمردون تسليم السلاح، سننتظر هل سيتم تماما تسليمهم إلى آخره، وهذا مهم في هذه القضية. بالنسبة لتركيا، نعم، الحليف الثابت لأذربيجان منذ، يعني إن نشأت أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. التفوق العسكري الأذري الآن بسبب الطائرات التي بيرقدار وغيرها من الجيل المتقدم التي أعطيت من تركيا إلى أذربيجان، المساعدات حتى عبر الأقمار الصناعية التركية العسكرية أيضا كان لها دور، إضافة إلى الدعم المادي والعسكري. وكما قلنا قبل قليل، لا يوجد دعم بالنسبة لأرمينيا للتغيرات الاستراتيجية الحاصلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبحت أرمينيا بموقف ضعيف جدا، ولا يمكنها أن تقوم بشيء، لأن هي بكل الأحوال كدولة وجيش بشكل عام هي أضعف بكثير من أذربيجان. ولكن نتيجة الدعم الروسي سابقا ثم الدعم الفرنسي بعد ذلك وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي، أبقاها كقوة قائمة. لكن الآن كل هذه الظروف والأمور تغيرت لصالح أذربيجان على حساب أرمينيا، وتركيا لها دور كبير في هذا الأمر، لأن تركيا في حال النجاح الانتصار الأذري بعد ذلك يحتاج إلى المصالحة الأذرية الأرمينية، وإلا لن تستفيد شيء تركيا ببقاء الخصومة بين الطرفين. هذا يعني أن الممرات التجارية باتجاه تركيا وخطوط الطاقة وغيرها من الخطوط الكهرباء وكثير من الأمور ستمر عبر تركيا باتجاه أوروبا، وهذا ما تريده أوروبا نوعا ما هو تركيا. إذن الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، شكرا جزيلا لك.